السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإخوة والأخوات، تحية لخوتنا المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. أنا الأب ديال الطفلة سلمى الياسيني، سلمى الياسيني اللي ديناها لمدينة المضيق للسبيطار محمد السادس باش دعم العملية ديال استئصال اللوزتين، وهذه العملية هذه اللي دخلت على إثرها يعني كوما اللي حاليا دابا راها كتواجد في السبيطار ديال ثانية درمل لمدة ما يقارب 70 يوم. يعني هاد البنت هادي هاد العملية اللي دارت لها يعني دخلت على إثرها كوما ونتج عليها يعني بزاف ديال العوامل على هاد العملية هادي، شلل دماغي، لا سمع لا بصر لا حتى شي حاجة باقية، ولا زالت يعني في هاد الحالة هادي وهاد المدة هادي كاملة. نعم الإخوان، احنا كنناشدو وكنطالبو، خرجنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ما خلينا مع من هضرنا على القضيه ديال بنتنا سلمى الياسيني باش يكون شي تدخل اللي هو عاجل وفوري باش تقدر هاد البنت هادي يعني تنقل من هاد المستشفى ديال ثانية درمل لشي مستشفى اخر، سواء يعني داخل الوطن او خارج الوطن، باش يعني يتم العلاج ديالها ولو واحد النسبه قليله. لان هاد البنت هادي هاد العمليه اللي داروا لها هاد الناس هادو راه يعني عملية خطيرة، خرجوا عليها وصلوها يعني حاليا دابا 95% ديال العز، يعني على حسب التقرير النهائي دابا ديال ثانية درمل فيها كل شيء. هاد البنت هادي ما عرفناهمش شنو عملوا لها، ما عرفناش شنو كيفاش حتى وصلوها لهاد الحالة هادي، مع العلم ان هاد البنت هادي دارت لها هاد العملية هادي في السبيطار ديال الدولة، يعني تابعة النفوذ ديال السيد وزير الصحة. مؤخرا كان واحد تدخل من طرف سيد وزير الصحة في هذه القضية هذه ديال بنتي سلمى باش يشوف يعني الملف ديالها ويعني ويفتح يعني واحد التحقيق في هذا الملف هذا، على ما كيقولوا هما يعني هذه اللجنة هذه اللي جات هضروا معنا وقالوا بأن الملف هذا ديال بنتنا سلمى غادي يكون في يد سيد الوزير بما فيه التحقيق والعلاج إلى آخره. لكن لحد الآن هذه المدة ديال 70 يوم مازال ما شفنا لا تحقيق لا علاج كيبان في هاد البنت هادي. هاد البنت هادي حاليا دابا، وهذا نداء، يعني هاد البنت هادي حاليا راها تقاضت، هذا نداء كنوجهو لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الله يشافيه ويعافيه، الله يخلي له الصحة ديالو، باش يشوف إلا قادر يتدخل في هاد البنت هادي شي تدخل اللي هو عاجل، يعني وتهز هاد البنت هادي من هاد السبيطار هذا اللي كتواجد فيه يعني ويديوها شي سبيطار اخر اللي مثلا فيها امكانيات عاليه فيها كذا باش تقدر تعالج واحد النسبه في المية. لان دابا حاليا على ما كيقولوا النفسان يضرمل وعلى لسان المدير فكيقول بانه عطانا التقرير النهائي ديال صانية درمل اللي هاد البنت هادي دازوا عليها هاد الاطباء كاملين، لا يعني لا ديال الراس ولا ديال الانعاش ولا كذا، يعني كل واحد فيهم دار الامضاء ديالو في ذاك التقرير هذيك، وكيقولوا بان عندها 95% ديال العجز، وكيقولوا بان ما على لسان المدير قالنا بان بنتكم دابا حاليا بالنسبه للعلاج ديالها عندنا هنايا فسالات، الله يجعل بركه. حاليا حتى اذا بغيتوا تديو بنتكم للدار نسهل لكم يعني في الخروج. فالاخوان خوتنا المغاربه جزاكم الله خيرا، حنا هذه البنت هذه باقي كيوكلوها بالطوبو، باقي محتاجه العلاج، باقي خصها بزاف ديال الحاجات، فكيف يعقل حنا غنديو هذه البنت هذه؟ راه الا ديناها وهزيناها من تما وديناها للدار غادي يسكت لهذاك القلب، لان البنت مازال خصها العلاج. حنا علاش كنهضروا؟ علاش كنخرجوا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ علاش كنطلبوا الناس دون زوقوا؟ حنا غير باش هذه البنت هذه لعل وعسى توقف غير واحد النسبه في المية، لان هاد الناس اللي عملوا لها هاد العمليه هذه راه عطاوها الضربه القاضيه، راه هذه ماشي عمليه ديال استئصال لوزتين، هذه راه الموت، الموت نيشان دابا حاليا راه عند الموت السريري. اذا هذا هو اللي كاين فيما يخص سبيطار ديال ثانية درمل في الحاله ديال بنتي سلمى. القضيه الثانيه هي كناشدوا واللي كناكدوا عليها، يعني اخر طلب ديالنا، لان احنا كنشوفوا البنت ديالنا دابا حاليا على شفا حفره من الموت، يعني ما بقيناش كنشوفوا في هذيك البنت اللي غادي تقدر تعالج ولا كذا. ولهذا كنطالبوا وكناشدوا من هذا المنبر هذا صاحب الجلاله
اعلى سلطه في هذه البلاد هذه باش يقدر يتدخل في هذه البنت هذه. صراحه الله يعني القضيه ديالنا ما لقاتش شي صدى كبير يعني في المجتمع المغربي، يعني بغض النظر على بعض القضايا اللي كنشوفوهم يعني كاين التفاعل معهم كبير بزاف، والقضيه ديالنا حنايا ديال سلمى الياسيني بنت مدينه الفنيدق ما كاينش تفاعل معها. يعني يعني اش غادي نقول لكم الاخوان، هاد البنت هادي راه مساله روح بنت المغاربه كاملين، يعني بنتنا وبنت المغاربه كاملين، خاص يكون التفاعل مع هاد البنت هادي، لان هي في واحد الحاله يعني في واحد الحاله يرثى لها بين الحياه والموت. فيعني الله يرحم لكم الوالدين، يعني كنطلب من المغاربه كاملين يتفاعلوا معنا في هذه القضيه ديال بنتنا سلمى باش نوصلوا هذه الرساله هذه لسيدنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، لان احنا القضيه ديالنا يعني كنقطه واحده في وسط 40 مليون نقطه، فيعني صعيب الحال باش توصل الرساله ديالنا. ولهذا كنشدوا يعني حتى المسؤولين ديال المدينه، يعني المسؤولين ديال المدينه وكذا وهذا، باش حتى هما يعني يقوموا بالدور ديالهم، حتى هما يوصلوا الرساله ديالهم لصاحب الجلاله باش يقدر يعني يكون شي تدخل اللي هو جذري يعني في هذه القضيه هذه ديال سلمى بنتنا الياسيني. انا مش نكمل الهضره اللي قال الراجل ديالي، انا ما بغيتش نفهم المدير كيقول لك بنتك بامكانك ديها دابا للدار ديالك وتجيب لها فيرميرا. انا خصني نشوف الوزير ديال الصحه هو اللي يتدخل في هادشي هذا، لان المؤسسه ديالو هو اللي خصو يهضر مع المدير، هو اللي يجيب لي فيرميرا للدار ويجيب لي كلشي لبنتي، حتى انا بنتي ما عطيتها لكم شي هيدا، انا بنتي عطيتها لكم صحيحه في صحه ما فيها حتى شي مرض، بالتحاليل ديالها بكلشي ديالها، ودابا المدير كيقول لي بامكانك ديها للدار، حنا بنتكم سالت العلاج ديالها، يعني ديها للدار وجيب لها فيرميرا وكل شيء. هادشي هذا نتوما تكلفوا به، نتوما اللي عملتوه لبنتي ونتوما اللي رزيتوا بنتي، نتوما اللي تكلفوا به بالفيرميرا ديالو بكل شيء ديالها، يعني انا ما عندي حتى دخله في بنتي. انا الرساله ديالي اختي نوجه غن سيدنا الله يشافيه وعافيه، انا كنوجه له رساله انه يشوف بنتي، لان الا شاف بنتي عاد مش نرتاح، لان المسؤولين هنا حتى شي واحد ما تدخل. الوزير الصحة عينا مع المسؤولين كاملين دورنا عندهم لهذه المديرة الصنية درمل، عامل لي 95 من العجز في, 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 في التقرير ديالو، يعني البنت ملي غايشوفوا لها التقرير ديال 95% حتى شي واحد ما غايقبلها، حتى شي واحد ما غايشبرها، يعني على هادشي كيقول لك تسنى بنتك حتى تموت. على هادشي انا كنتمنى سيدنا الله ينصرو يتدخل في هادشي هذا، وعاد مش نرتاح غايشوف هذه في البنيته ديالي، ولو غتجلس في كرسي متحرك، ولو غنشوف فيها ونشم الريحه ديالها.